تعرف شق بيه اتحاد الشغل، هو كان امين عام اتحاد الشغل، وحرب ضروس انه تعرف حتى مساله التفرغ النقابي، وحتى اعتقد هو الكاتب العام تاع النقابه تاع الجامعه العامه تاع الابتدائي، مازال يكون قديش من عام مازالوا على التقاعد، خرجوا من التفرغ ورجع الكرطابلة. الناس ما يخش يحكوا اصل كي يحكوا معاه على التفرغ اش يحكي، نسمعوا نرجع لكم يلا نحاولوا نسمع شنو البوغديري صريح من الامين العام انه ثم وزير في الحكومه هذه عنده 20 سنه تفرغ نقابي، كيفاش ترد؟ انا ما عنديش 20 سنه تفرغ نقابي، ولكن ناكد لك ان ماهوش هذا المشكل المطروح والذين دعوا ليس بالضروره من اجل التفرغ النقابي. التفرغ النقابي هو ما فيش قانون ينظمه، ولكن هو في اطار توافق بين السلطه القائمه ومكونات المجتمع المدني وعلى راس الاتحاد العام التونسي للشغل. انا لما كنت متفرغ في الاتحاد العام التونسي للشغل كنت عنصر توازن، وكنت عندي قدرات كبيره على اداره الازمات وايجاد الحلول. انا كنت اذهب لحل المشكل، ليس انا من اصنع المشكل، انا اسعى الى حل الاشكال في اي مكان، في القطاع الخاص، في الوظيفه الفهمه، في القطاع العام، وجهه بن عروس تشهد على ذلك عندما ادرتها في اصعب فتراتها. وديدنني الوحيد هو تونس ودون سواه، وبدون الدخول لا في مهاترات يعني حزبيه ولا سياسيه. وبالتالي العمل النقابي، نعم سيد الهاشمي، هو ها وتسمع فيه صرح قال عندي قدرات كبيره على اداره الازمات. هي حكومه السعيد شوانت محلول بتاع ازمات، كيفاش يفرط في عملة نادرة متاع إدارة الأزمات؟ شوف أنت تقول معناته هو بدلو بش الليلة، هو عنا مثلا هني يقول لك نحي راس بصل حتى راس طول. قيس سعيد عنده لائحة يختار بها عنده مواصفات متاعه، المواصفات متاعه شكون هو حاجته هو توا. قيس سعيد عنده إحراج كبير جدا 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 مع صندوق النقد الدولي، لأنه وعدهم باش يطرد مجموعة كبيرة من الموظفين مهما كانوا. يبدو انه الملف هذايا حتى لتوا ماهوش ماشي كما يحبه هو، لانه قلتها قبل حتى في برنامجك انت، قلت الملف هذايا هو طعنة في لليسار وللوطن واتحاد الشغل. لهذاك علاش هو حتى منذ لحظات استقبل ايضا يعني المكلف بالملف هذايا وقرعوا وعملوا يعني غسلوا شلوا خلينا نقولوا، قالوا شبيل توا يعني ما فماش على الطرد مش ماشي، شبيل المراسلات مش ماشي، علاش 60% فقط من المراسلات وصلت؟ لانه قيس سعيد واعد صندوق النقد الدولي انه باش يصغر من كتله الاجور قدر المستطاع، ما ينجم يصغر فيه الا بعمليه طرد بوه على اخوه، وهو هذا اللي طالبه قيس سعيد. ويبدو انه البوغديري فشل في هذا في وزاره التربيه، لانه كما قالت الوزيره هذه سلوى، وكما قالت تدويناتها اللي سكرت فيسبوكها منذ لحظات بعد ما تعينت سكرت فيسبوكها، انه البوغديري متورط في الملفات هذه حسب كلام عموما وحسب المقال يتم نشره حاليا في الصفحات المواليه لقيس سعيد. يبدو انه كما جاب البوغديري في ملف معين، في ملف واضح جدا واضح المعالم نتاعه، هو ضرب العمل النقابي يعني من جذوره. وهل فكره قيس سعيد ان يضرب النقابيين بالنقابيين؟ اليوم جاب نقابيه ايضا باش تكمل المهمه نتاع البوغديري، باش تعمل يعني تحل الملفات هذيك، باش تطرد على قد ما تنجم من وزاره التربيه. وتو نشوفوا السيده هذه الاكيد مكلفة بمجزرة في وزارة التربية باش تعملها سابق. لأنه جاية وقلبها مغلغل عليهم الكل، وهي نقابية. إذا كالعادة نقابي يضرب نقابيين. ما ننساوش علاش قلت لك أنا قيس سعيد كل واحد يجيبه إلى مهمة بعد ما يكمل به يرميه إلى مزابل التاريخ ويرد بالك، ومش يرميه إلى مزابل التاريخ، لا يرميه أمام القضاء أمام المحاكم. لأنه تو تشوف أنت شفت لحظات بعد ما تنحات وزيرة الثقافة، نعم، ساعات بعدها تقدمت فيها قضايا وتقدمت فيها شكاية وصبحة تبحث. البوغديري نفس الشيء، غدوة زادة باش تصب فيه قضايا وباش يواجه مصيره ويخليه. والوزيرة زي الوزيرة هذه جديدة
السيدة سلوى زادة هي باش تحل ملفاته باش تدخل في عركة مع النقابات وباش يعمل بها قيس سعيد الحرب نتاعو ما تبقى من العمل النقابي بعد ما يكمل بها يرميها الى مصيرها ولا بالفعل بعد باش يشكيو بها بالتعسف وهلم تصريح سابق للسيد البغدادي.